الآن خلينا ننتقل إلى تصميم الفورم الخاص في عملية البيع. طبعا راح أخذ كوبي بالنسبة للفورم الخاص في إضافة الطلاب حتى أختصر في الوقت، وبعد ذلك أعمل عليه تعديل، وأخذ كوبي من عنده وأضعه داخل البرزنتيشن لاير، وأرجع مرة أخرى أعمل له رينيم وأحذف أد بوكس، أقول له هنا أنا ميك، أو هنا أنا نقول هنا ميك سيل. بعد ذلك اخذ هذا الكوبي الاسم باستثناء السي اس، اخذ كوبي هذا الشكل، وارجع افتح البرزنتيشن لاير كليك كيمن عليها، وافتحها فولدر ان فايل اكسبلورر. بعد ذلك راح اذهب على الميك، هذا الميك سيل، اغير الديزاينر واغير السي اس ديزاينر والسي اس، افتح هذا اعمل له اديت باستخدام اي محرر، اعمل بيست بالنسبة للاسم اللي انا نسخته هنا، وبالنسبة للبوبليك على البارشيال والبوبليك، كتر الاس لعملية الحفظ. نفس الشيء كرر على ديزاينر اديت، راح تجد عندك فقط البارشيال كلاس، اضع كتر الفي وكتر الاس، واعمل كانسل، وبعد ذلك اعمل ريفرش على سوليوشن اكسبلورر. اوكي انتظر حتى يعمل ريفرش. اوكي الان افتحه، افتح الميكسل، راح يجيك بنفس المعلومات السابقة. طبعا اللي نحتاجه هنا هذا البوتون هو نفسيته، ما عاد فيه مشكلة. اللي نحتاجه خلينا نضيف، طبعا هذه ما نحتاجها المعلومات، نعمل عليها ديليت، هذه المعلومات ما نحتاجها احنا، خلينا نعمل ديليت عليها. اوكي ديليت، ايضا هذا ما نحتاجه، ولا صورة ولا تهميل غلاف، كل اعمل عليها حذف. اوكي طبعا شنو اللي نحتاجه؟ نحتاج الى داتا جريد فيو، نحتاج الى داتا جريد فيو توضح لك ايش يعني تعرض لك بيانات الطلاب، وداتا جريد فيو اخرى تعرض لك بيانات الكتب. فراح نضيف تو جريد فيو، او تضيف كومبو بوكس وتعمل عليهن. احنا حاليا راح نضيف داتا جريد فيو. تستطيع اضافة كومبو بوكس او ليست بوكس، اي شيء يدي لك نفس الوظيفة حتى تجلب البيانات للمستخدم حتى يختار من عندها. فخلينا نحذف هذا بشكل كامل، ما راح نحتاجه. اللي نحتاجه طبعا نحتاج الى داتا جريد فيو، خلينا نعمل هذا بهالشكل. اذهب على تول بوكس واخذ داتا جريد فيو، اوكي، واضيفها. طيب بما انه احنا ضايفين، تذكر ضايفين الداتا جريد فيو السابقة واحنا مغيرين في الخصائص مالتها، فنستطيع جلب الداتا جريد فيو من خلال اف ار ام اي. هذه الداتا جريد فيو اخذها كوبي وارجع على الميكسل اضعها بيست. طبعا راح تجي على كبر الشاشة، لاحظ على من البروبرتيز الخاصة فيها، وأذهب على الأوتو سايز مالتها وأجعلها بنون بهذا الشكل. أوكي جتنا بهذه الصورة. أوكي نضيفها، في مشاكل فيها يعني هنا السابقة. داتا جريد فيو، هذه الداتا جريد فيو، الخاصة في الطلاب. طيب خلينا ناخذ هذا الكوبي بهذا الشكل، اضعه بيست، هذا مع البروبرتيز، واغير هنا أنا اقل المستخدم اختر الطالب او اختر المشتري. طيب بالنسبة لهذه الداتا جريد فيو اذهب على الاوتو سايز كولوم، بالبدايه الرو ديفولت اذهب عليها، واغير الباك كلر. طبعا بشكل عام هسه الباك كلر اذا اريد نغيرها، الباك كلر نغيرها نخليها في اللون الابيض، هذا اول شيء. بعد ذلك اذهب على الاوتو ديفولت سيل، نفس الشيء ابدي اضبطها الى الميدل تو سنتر بهذا الشكل. طيب بالنسبة للأعمدة
الى الرو تمبلت، اضبط الهايت مالتها خليه بمقدار 35، انتر. وبالنسبة للرو ديفولت سايز اوكي نفس الشيء، بس اغير الالاينمنت اخليه بالسنتر، وهذا الشيء نفسي اطبق على الرو على الكولم. هذه الخصائص الخاصة في الكولم، فقط اغير الالاينمنت اخليه بالسنتر، ايضا انتر. الان بقت فقط خطوة واحدة اللي هي تغيير طبعا الانكر. الان هي توب تو ليفت، هنا ما نحتاج نغيره باعتبار انه الفورم هو ثابت. قعدنا الاوتو سايز الخاص في الكولم، اجعله ايش؟ اجعله فل بهذا الشكل. That's good. الان هذه اخذها اثنين، هن اخذين كوبي بهذا الشكل، واخذ نسخة من عدن اضعها هنا، واقول له هنا أنا اختر الكتاب. طيب في الاسفل ايش راح نضع؟ في الاسفل طبعا ذي نرفعها الى الاعلى بهذه الصورة، وهذه ارفعها نفس الشيء. هنا ايش راح يكون عندنا؟ طبعا عفوا، راح يكون عندك راح يكون عندك السعر، وراح يكون عندك التاريخ. اوكي، فاكتب هنا راح يكون عندك السعر، سعر البيع يعني. يمكن انه تاخذه من هناك، لكن ذاك سعر الشراء، فهذا يكون سعر البيع. وهنا يكون هنا عندك التاريخ. اخذ تكست بوكس من اد بوكس، اخذ هذا التكست بوكس كوبي، ارجع هنا بيست. وبالنسبة الى التاريخ اخذه ايضا كوبي واضعه هنا بيست. طيب بالنسبة للبوتون نفس الشيء، احنا حذفنا البوتون، ايضا ارجعه اضعه بالاسفل. اوكي، فبالنسبة للواجهة التصميم الخاصة في يعني الكتب راح تكون عندك بهذه الصورة. هذا راح يتضمن طبعا هو نفس الكود السابق. خلينا نحذف الكود السابق في مجموعة امور احنا راح نعدلها اثناء عملية كتابة الكود.